في ظاهر الأمر هذا الصراع، الحرب اللي بدأت اليوم في أوكرانيا، هو نزاع ما بين الشرق والغرب. روسيا التي كانت في يوم من الأيام جزءا من الاتحاد السوفيتي هي وأوكرانيا، يعز عليها أن يوسع الناتو نفوذه فيصل إلى حدودها. لكن الحقيقة من بعض ما قرأته ومنه مقال كتبه الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، وكان قد قضى سنوات طويلة مراسلا للغارديان في أوكرانيا، يتبين للمرء أن الموضوع أعقد من ذلك بكثير، وأن هناك خلفيات متعددة، وبعض هذه الخلفيات لها علاقة بتاريخ تكون أوكرانيا. يعني الجزء الغربي من أوكرانيا حسب ما فهمت كان جزءا من الإمبراطورية النمساوية الهنغارية. فتصور أنت لما صارت الحروب والإمبراطوريات الكبرى راحت وطلعت مكانها الدول القومية الجديدة هذه، كم أثر ذلك على توزيع السكان؟ إحدى المشاكل الرئيسية في أوكرانيا إنه الجزء الشرقي منها تسكنه أغلبية روسية. سلاف وأرثوذكس، الجزء الغربي تسكنه أغلبية كاثوليكية. في الحرب العالمية الثانية تعاطفوا مع ألمانيا النازية، بل وعملوا معها، تصور يعني عملوا مع النازيين، وهذا كله له تداعياته وله أثاره. من هنا بيجي اتهام بوتين لهم بأنهم نازيون. يعني مش جاي من فراغ، جاي من شغلة كانت موجودة بالتاريخ، البعد التاريخي، خلفية تاريخية. لا أقصد أنه اللي بدي أحكيه أنه يعني إذا بدك تروح لقضية التاريخ، هي يعني قد يكون بدون أدنى شك في إلها تداعيات تاريخية، بس إذا بتروح على أي مجتمع، المجتمع الأكثر انسجاماً، بتلاقي فيه شقوق بتستثمرها بتستغلها بتوسع اللي هو. فأنا بعتقد أنه هذه مجرد تفاصيل ليس لها علاقة بالضرورة بالغزو الروسي لأوكرانيا. قد تكون هذه حجج ممكن تسوقها روسيا. هي توظف، هي توظف، وأحيانا بتكون جذور كامنة، فإذا ما جاءت الظروف وتوائمت ما يمكن أنك تسمي شروط لهذه الجذور. لذلك أنا كتبت تغريدة قلت فيها إن روسيا يحكمها زعيم عصابة، وأوكرانيا يحكمها مهرج، ما هو كان كوميديان، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون يحكمهم انتهازيون. في نوع من الانتهاز، في لغوصة سياسية، وفي كمان وأنت لو لاحظت أنت من 2008 في هناك تراجع حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، بدء من الإعلان عن الانسحاب من العراق، أيضا إعادة الانتشار في المنطقة، بعدين الانسحاب آخر الانسحاب من أفغانستان. هذا الفراغ اللي قاعدة تترك الولايات المتحدة إن كان على الشق الاقتصادي أو الشق السياسي أو شق الهيمنة، لازم في هناك قوة عندها طموح، عندها أطماع إنها تغطي هذا الفراغ. هو مش تراجع يعني من طرف أمريكا، لأنه بال 2009 على سبيل المثال سبع دول دخلت بالناتو كلها محيطة بروسيا. في 2004 في 2009 دولتين إضافيتين لهم ألبانيا. هو التراجع في القوى الدولية ما بيجيش حالة انقلابية، بيجي يعني حالة تدريجية. هو بدأ في 2008، لكن مشهد يعني أنتوا لو نظرتوا مشهد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لا شك أنه يغري كل القوى الطامعة في إعطاء مكتسبات جديدة. ولهذا للعلم هناك تحرك ليس على مستوى روسيا فقط، وإن كان بوتين الأكثر اندفاعا الآن، لكن تململ الحالة الصينية ليست بعيدة، الحراك اللي في شرق آسيا بشكل وبعض القوى، حتى في الحالة العربية هناك من هم حلفاء ويستندون على أمريكا باتوا يدركون، أو في الحال في المنطقة باتوا يدركون أنها لم تعد المتكأ الحقيقي. يعني هو احنا بنتمنى أنهم يدركوا انه هو ما بحثوش، يعني هم بحثوا على اسرائيل، في منهم بحث على اسرائيل، لا يعني هي يعني مش انه راحوا لسياق سياق الازمه الاوكرانيه. انا بتصور انه يمكن ان يكون فعلا درس حقيقي للمنطقه بالذات، هلا ممكن يكون للعالم، بس ممكن يكون للمنطقه بالذات، وجزء منه القضيه الفلسطينيه من اي زاويه، انه الاستناد الى القوة الأمريكية الطاغية أو الفائض القوة اللي يمكن أن
يكون في كل اللحظات وكأنه حامي لأنظمة أو حامي لكيانات مثل الكيان الصهيوني أو غيره، أنه الآن الأمريكا اللي أعطت تطمينات هائلة لأوكرانيا واستمرت في إعطاء التطمينات في اللحظة الحرجة، في اللحظة الحرجة اليوم أصبح الأمر يعني حتى في لغة يعني أنه من يظن نفسه بوتين ولا إشي، يظن نفسه هي دخل. أيوه هو يشوف الأمريكان والأوروبيون كانوا يطمعون أو يطمحون في ألا تحصل حرب بعقلانية روسيا وأنه تحل وبالنهاية المطاف بيكسبوا أوكرانيا، لكن الحقيقة اليوم تصريحاتهم أنه لن نرسل جنديا واحدا إلى أوكرانيا. يعني بس هذه التصريحات كانت في الحقيقة يعني هي كانت هذه تصريحاتهم من البداية، أنه هو يتحدث فقط عن عقوبات اقتصادية وعن حصار للمؤسسات والشخصيات الروسية. أنا بعتقد بس تم تحريك جيوش أمريكا ولكن صحيح بكميات قليلة، هم كانوا واضحين حقيقة، كانوا واضحين أنهم لن يتدخلوا عسكريا. أنا باعتقادي أنه في النهاية في المحصلة النهائية إن كان من التاريخ وإن كان كاثوليك أو أرثوذكس، دعموا نازية لم يدعموا نازية، في النهاية هو صراع على مناطق نفوذ في أوروبا، على عتبة أوروبا. الناتو يتوسع وبشكل كبير، 11 دولة انضمت للناتو من الجمهوريات الروسية أو من اللي كانوا حياديين يعني أقول في أوروبا، وكلها مطوقة لروسيا. روسيا الآن تدافع برأي عن مصالحها، هذا يعني ليس حكما على بوتين أو على روسيا بالصح أو بالخطأ، وإنما منطق الأشياء منطق الأشياء. طب سؤال فعلا يعني بطرح نفسه اليوم، روسيا بعد كل التراجعات اللي نشأ عنها تفكك الاتحاد السوفيتي وتفتت الكتلة هذه وذهاب الدول مش بس إلى الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي أو عن السلطة الروسية، وإنما الذهاب أبعد من ذلك باتجاه الناتو. هل روسيا اليوم يمكن أن تكون لديها طاقة قادرة على استعادة حالة من التمدد اللي كان موجود كإمبراطورية سابقة في الاتحاد السوفيتي، ولا هو نوع من أنواع القفزة هو اللي هي تكتيكيا ممكن تشتغل وتعطي نتيجة لكن على المدى شوف الاستراتيجي؟ أنا بعتقد أنه بوتين بخلفيته الاستخبارية لاعب سياسي ماهر، نظر لواقع الاتحاد الأوروبي والضعف اللي يعتريه، قدر الوضع الأمريكي بعد ترامب وعدم رغبة الرئيس الحالي بخوض أي حروب، فتداعبه الأحلام أحيانا الأحلام القيصرية أو أحلام عودة الاتحاد السوفيتي في الهيمنة على الدول المحيطة به من جديد لقطع الطريق على حلف الأطلسي من أن يطوقه أو يطوق روسيا. بس مين بدأ الآن في الأزمة؟ ما ننساش أنه هم هذول الأوكرانيين في الاتفاقية اللي عقدت في 91 عندما تكونت الدولة الأوكرانية وانفصلت عن الاتحاد السوفيتي وبتوافق مع الأمريكان تخلى عن 3000 رأس نووي فككها وسلمها لروسيا بضغط أمريكي تحت مقولة إنه الأمريكان إحنا حنحميك. فهو الآن جرد نفسه من مكان من القوة اللي كانت لديه وهي قوة نووية لا يستهان بها القوة وأصبح تحت رحمة الأمريكان. الآن الأمريكان في وضعهم الحالي درسوا يعني بجوز نستشهد من مقولة حسني مبارك الشهيرة اللي متغطي بأمريكا بردان، يعني بردان مية مية. لا عن جد في ضمن موازين بردان وبدو غاز روسي اللي بتغطى دائما بتخلى عن قوته، وهاي بنستفيد منها احنا درس. يعني أبو فادي مرة في موضوع المصالحة قال يعني أنتوا شو بدكم في إنهاء الانقسام، أنتوا عارفين شو إنهاء الانقسام، يعني تسلموا سلاح غزة لأبو مازن، طب أنتوا عندكم السداد تسلموا لأبو مازن زي ما سلمت أوكرانيا سلاحها للاتحاد. ما بقولك اللي بيسلم سيفه لعدوه يقتل به. بس حقيقة المثير في الأزمة هذه دور الدين دور مهم جدا، لأنه الانقسام الداخلي في أوكرانيا ما بين كاثوليك وأرثوذكس بيلعب دور مهم في الموضوع. بس الورقة أنت تستثمرها هي ورقة الدين يعني بس قوية يعني. ورقة في غاية القوة. كاثوليك غرب أوكرانيا كاثوليك وشرقها أرثوذكس. روس أرثوذكس. لكن هو دائما واضح إنه السياسة لها جذور. السياسة لا إلها شيء يأتي من فراغ. هاي الجذور بعضها كثير عميق وبالتالي أثره ممكن يكون مدمر. ومنها موضوع الدين
ومنها أيضا موضوع الصراع نفسه، يعني وجود تاريخ صفحات من الصراع بين قوى تاريخيا هذا يبقى حاضر في سياستها، ففي اللحظة الحرجة يستحضر هذا 100%. ولذلك ديفيد هيرست في مقاله يذكر بأنه عندما دخل النازيون إلى كييف، أو مش كييف، لييف، المنطقة الغربية، يقول أن الأوكرانيين الكاثوليك اللي هم الأوكرانيين اعتبروها فرصة للتحرر من الاحتلال الروسي، كانوا بيعتبروا وجودهم في الاتحاد السوفيتي احتلال روسي، فبدهم يخلصوا منه. الآن مصداقا لما تفضلت به، نفس المشاعر، استعادة المشهد بس بالعكس، أيوة، إنه هم برضو بدهم يخلصوا من النفوذ الروسي، وبيعتبروا إنه فرصتهم للتخلص من النفوذ الروسي هي في دخول الاتحاد الأوروبي والناتو. ناتو، نعم صحيح. بينما روسيا في المقابل، مش بس روسيا، روسيا ومن يواليها من إسلاف اللي عايشين في المناطق الشرقية، قل لك أبود الرب المعبود، هذا مش ممكن يحصل طبعا، لأنه هي فعلا يعني هيمنة كاملة وتطويق كامل. بس شغلة بدي أحكيها بعدين أخي المدهون، أنه روسيا تاريخيا حريصة جدا على أن يكون لها ممر إلى المياه الدافئة، يعني أكبر دولة في العالم جغرافيا محصورة في الحقيقة في مياه متجمدة أو مياه غير دافئة، فمخرجها إلى المياه الدافئة هذا مهم، مشان هيك يعني يعتقد بس موجودة على البحر الأسود يعني في هذا الجزء. بس وليس هذه ليست مياه دافئة، هم بدهم لا معناتهم موضوع يعني، فمشان هيك مثلا برضو لو ما أخذتش جزيرة، لو ما أخذتش شبه جزيرة القرم كان بتضل معدولة، محدودة جدا، لذلك أخذوها يعني تدخلهم بسوريا وبشكل محموم جدا، إنه سوريا عبر إيران هي بوابتهم إلى هذه المياه. وهو حلم الدافع. قديم حلم قديم حققوا. بدون حققوا جزء كبير منه. فروسيا في الحقيقة يعني عندها هذه المقومات الضخمة الهائلة من ناحية المصادر الطبيعية، من ناحية قوتها النووية، أنها هي رقم صعب يعني. وبوتين حتى تحدث بهذا الموضوع أنه لا تستهينوا بروسيا، يعني ما زالت روسيا هي القوة النووية الأكبر. سؤال منطقي جدا وبرضه من التاريخ، هل يمكن اعتبار أنه أوكرانيا لروسيا تماثل أفغانستان للاتحاد السوفيتي؟ هذا السؤال لازم ينطرح يعني، لكن أنها مقبرة يعني هل مش لأنه أنها مقبرة أو لا، لأنه كيف دي أحكي، نوع من أنواع الحرب هذه بدها تستهلك، يعني شوف اليوم تستهلك روسيا. في الواشنطن بوست كان حديث يعني مقال لأحد أشهر كتاب العمود في صحيفة الواشنطن بوست، يتحدث عن أنه هذه المعركة لم تبدأ اليوم، أولا هي معركة مثل ما تفضل الأخ مشعل أنه هي معركة استخباراتية في حقيقتها، وبوتين هو رجل استخبارات الأول في العالم وهو رأس الدولة، والولايات المتحدة لم تقصر أيضا، فكانت زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى روسيا في الصيف كانت بموضوع أنه روسيا تهيئ منذ الصيف وحتى قبل انسحاب أمريكا من أفغانستان تهيئ لغزو أوكرانيا، لأنها ترى أن الأمر واضح، الغرب حدود الناتو ستكون ملاصقة على وحدود الناتو ستتمدد. في كتير نظريات طلعت، زي مثلا قصة أنه هي أفغانستان الجديدة اللي تستنزف، أو هي الكويت الفخ اللي وقع فيه صدام حسين، في بعض لكن أنا بعتقد أنه الأمر بعيد عن ذلك. الأمر أن هناك في تغير في ميزان القوى الدولية، وهناك أسباب كثير ممكن نحكي عنها، لكن الحقيقة أنه يجب دراسة شخصية بوتين. هذه الشخصية هي التي لعبت الدور المحوري مش من اليوم، لكن من أكثر من 20 سنة، منذ 2000، منذ أن تسلم يعني رئاسة روسيا، وهو يعد إلى هذه اللحظة وإلى ما بعد هذه اللحظة. بعتقد أن الطموح الروسي، طموح بوتين بشكل خاص، لن يتوقف عند هذا. هو يرى نفسه أنه ليس دولة كباقي الدول، هو ابن المشروع السوفيتي، ليس بالمفهوم الأيديولوجي ولكن بالمفهوم القوة والسيطرة والإمبراطوري. هو ابن هذا المشروع، وهو عمل منذ اليوم الأول
تسلم السلطة التي أو روسيا التي كانت دولة ضعيفة مهترئة مهشمة يقودها يلتسن يعني غير المتزن خلينا نقول، وهو يريد أن يصل إلى ويعيد جميع الأمجاد. ولهذا أنت لو نظرنا إلى خطواته أنه بدأ أولا في ترتيب البيت الداخلي، القضاء على بعض القوى قوى الفساد في روسيا، ومن ثم العمل على النهضة الحداثية الجديدة، خلق نظام جديد، خلق إدارة جديدة، إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. حتى التطور اللي هو اتخاذ قرار التدخل في روسيا في سوريا، التدخل اجتياح قرم، كل هذه أنا أعتقد أن هذه الشخصية مهمة. أنا بس بتدخل في هذا الموضوع، وهذا اللي إحنا عشان دائما إحنا كفلسطينيين بنحب دائما يعني نجيب الموضوع على قضيتنا. دائما القائد الحقيقي هو الذي يفعل، وهو الذي يستطيع أن يحدث التغيرات الحقيقية. بوتين لا أثبت من خلال هذه المرحلة الطويلة أنه صاحب القرارات الاستثنائية وصاحب الصعود. إلى أين ينتهي حتى اللحظة لا أحد يستطيع أن يعني هو سباق القوى على المركز الأول في ريادة العالم. أنتم بتعرفوا قبل فترة بسيطة برضو بوتين عقد اتفاق يصل إلى درجة التحالف الاستراتيجي مع الصين حتى يواجه الولايات المتحدة وهيمنتها على القرار الدولي. بيشتغل بخطة كاملة. هو بيشتغل بمنهجية بعقلية رجل ممارس محلل دائما، رجل الاستخبارات، رجل تحليل، ورجل بيعرف خلفيات وبواطن الأمور. فهو بيستثمر كل هذا في صالح أنه يعيد روسيا إلى المشهد الأول، أنه ينهي الهيمنة الأمريكية حتى بتحالفه مع الصين. أنتم بتعرفوا أنه السياسة الصينية والروسية ما كانت تلتقي كثيرا، يعني كان في نزاع أو تنافس بين بينهم. الصين والاتحاد السوفيتي الآن لا، في انسجام كامل رغم الاختلاف المبادئ، انسجام جزئي يعني قد يكون انسجام. لا الانسجام الآن مصلحي. لا في ناس مصلحي. يعني في ناس يرجعون هذا الانسجام إلى ما يعتبرونه سياسة حمقاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. ليه؟ لأنه أمس قرأت مقال كاتبه أستاذ إيطالي متخصص في الصراعات، بيقارن بين ما فعله نيكسون في زمنه وما يفعله بايدن الآن. استمال الصين وزاد الفجوة بين الصين وروسيا. صحيح. بينما الآن اللي حاصل العكس. أيوة هنري كيسنجر هو اللي صمم السياسة. العكس الآن. العكس سياسة بايدن لأنه بايدن فتح ملف تايوان وملف بحر جنوب الصين. نعم. وملف أوكرانيا. فألجأ الصين وروسيا إلى أن يتحالف. لا هو الواضح أنه أمريكا استعدت مجموعات كبيرة. وهاي المجموعات بلاش مجموعات، دول، وهاي الدول جاي كلها في الشرق. والاستعداد له أشكال متعددة. يعني مثلا أمريكا استعدت باكستان من خلال تحالفها مع الهند المباشر. طيب. اليوم باكستان تجد نفسها بشكل طبيعي أقرب لما يمكن أن يسمى روسيا الصين كتحالف، وإيران يعني بطبيعة الحال جاي في هذا يعني. السياق. باكستان علاقتها بالصين تقليدية من زمان. صحيح. لكن هذا ممكن مع الظرف الحالي. شوف اليوم لما أمريكا فعلا بصير عدد المتضررين بشكل واضح أكثر، وهذول المتضررين مش أي دول صغيرة، مش ما نحكيش عن سلفادور بهالزمانات، وما نحكيش عن يعني العراق كلامك فقط. هذه الدبلوماسية الموازية اللي عم يعملها عم تعملها فرنسا يعني بتشق طريق موازي في دبلوماسيتها مع روسيا بمعزل عن الولايات المتحدة. والدليل انه الولايات المتحدة اساءت لفرنسا عندما عقدت الصفقة مع استراليا. فهو فعلا الولايات المتحدة في حالة تخبط الى حد أيوة كبير. هذا اللي انا بدي اكد عليه، انه الولايات المتحدة حتى في حالة التفكر والتعقل ورسم السياسات في تراجع، وهذا دليل ليس على ضعف ولا على غباء الولايات المتحدة، بل دليل على تراجعها الآن. الولايات المتحدة دقيقة. الولايات المتحدة الآن لم تعد قادرة على الموازنة السياسية بحجم
بالحجم الدولي كما كانت في السابق. يعني أنا الولايات المتحدة غير قادر على إلزام وإخافة بعض الدول من التمدد ونسج العلاقات ونسج التحالفات بعيدا عن هيمنتها وسياستها، والدول الآن باتت تتحرك بس مش كثير هذا أستاذ إبراهيم، مش كثير أنا شايفه شوي يعني يعني بعرفش يعني لسه مبارح عامل تحالف مع أستراليا للسيطرة على نصف الكرة الأرضية الجنوب الصين. نعم نعم هي مو يعني مش متأكد يعني اللي بتتفضل فيه آه. منطقيا في منه يعني إنه إيه، ولكن هي لكن برضو مش يعني تراجع كامل. لا هو أكيد مش تراجع، أنا ما فيش تراجع، في قلت لا ليس حالة، قلت في حالة تراجع إيه ما زالت في حالة. نعم. مساحات ما كانت لا تستطيع الدول ومنها الدول الكبرى أن تفعله باتت الآن في ظل تراجع الولايات المتحدة قادرة أن تقوم يعني الشيء الآخر اللي مش إن كان في الصين إن كان في مش في كثير عم يتحدثوا عن مثلا ردود فعل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة إلى الغزو الروسي على سبيل المثال. حديث ترامب بأن خطوة قبل نعم شفت تصريحه نعم قال انه خطوة بوتين هذه خطوة عبقرية ذكي. يعني هو في الحقيقة احرج كل حلفاء فيه. من الحزب الجمهوري يعني حليف لبوتين صحيح. هو اللي هو دائرة الانتخابية لو الاحمق ما لهوش حلفاء. لا لا ما هي الاشكالية هو يعني حليف لبوتين ولكنه احرج كل حلفاء من الحزب الجمهوري. هو ترامب كان متهم ان بوتين هو من اوصله الى نعم نعم. فال القضية إنه الحسابات اللي جو بايدن بيخوضها الآن إنه أنت في العام 2022 هي الانتخابات النصفية واللي على الأغلب الحزب الجمهوري سيسيطر فيها على الكونغرس. إحنا بنعلم إنه 50% من أعضاء مجلس الشيوخ، أعضاء مجلس الشيوخ 100 شخص، 50 من الحزب الجمهوري، 50 من الحزب الديمقراطي، حتى أقل من 50 من الحزب الديمقراطي، ولكن هناك مستقلين يصوتوا مع الحزب الديمقراطي، والتصويت المرجح هو نائب الرئيس أو نائبة الرئيس في هذه الحالة. على الأغلب الحزب الديمقراطي سوف يخسر الأغلبية والقدرة على ترجيح الكفة لصالحه في مجلس الشيوخ، سيخسر الكونغرس، وهذا تاريخيا يعني يحصل دائما في الانتخابات النصفية، الحزب الحاكم في البيت الأبيض يخسر الأغلبية. هذا 100% في ذهن وفي عقل وفي مقدمة اهتمامات الرئيس جو بايدن في تعامله مع الأزمة الروسية. الأزمة الروسية برأيي إذا استطاع إدارتها بطريقة جيدة سوف ترفع من أسهمه وترفع من سويته. يعاني طبعا جو بايدن الآن من أسوأ يعني درجات عدم التأييد لسياساته. في فرصة لهيك مقدمات مقدمات الأزمة الآن. نعم أنا أعتقد إنه هذا يعتمد على روسيا وتصرف روسيا. إذا روسيا تغولت أكثر ووصلت إلى كييف على سبيل المثال، يعني إذا بقيت في الأماكن التي هي بحاجة اللي هي اعترفت فيها ولم تتقدم بشكل كبير في لم تتوغل يعني في عمق أوكرانيا تستطيع أن تسيطر وتبقي على. وهذا السيناريو غالبا هذا هو السيناريو إذا أرادوا أن يعني يلملموا الموضوع. صحيح. السيناريو الأقرب يثبت هو انقسام أوكرانيا. نعم. وتثبيت وجود روسيا في الجمهوريات الشرقية. لأن هو عمليا قسمها يعني لما أعلن الجمهوريتين. بس هو يريد أن يثبت ممكن يعني. وفي خطابه اللي امبارح أعلن فيه الحرب بمثابة إعلان حرب قال إنه على الأوكرانيين أن ينزع سلاحهم. فهو عمل هدف إنه هذول جمهوريتين مستقلتين. يعني قسمها اثنين الباقي يجب أن يكون منزوع السلاح زي سويسرا يعني هدية. أنا بعتقد شوفوا الإمبراطوريات بتمر في لحظات صعود وأحيانا لحظات انكماش. وأكبر مثال بريطانيا كانت في يوم من الأيام إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، الآن همومها محلية أصبحت داخلية. الأمريكان ترى ممكن يمروا في نفس الشيء، يعني نتيجة الخضات اللي عاشتها الأربع سنوات في عهد ترامب أمريكا والانقسام الداخلي اللي صار في الانتخابات وضعف بايدن وكبره في السن قد يلجئ أمريكا أن تصبح دولة همومها داخلية ولا تذهب بعيدا. بالذات الآن إذا اكتفوا بالعقوبات الاقتصادية فهو قمة الهزيمة والنصر للروس. يعني لن تكون هي يعني لن تكون هي هذه القضية اللي ستحسم الأمر. أنا برأيي هو التراجع مثل ما تفضلت، التراجع هي قضية تراكمية أو قضية ديجنراتيف بمعنى قضية تناقصية. يعني الصعود الآخر بالقصور الذاتي
فأنا أعتقد أنه هذه سوف تكون يعني محطة فاصلة حتى للولايات المتحدة, من بالذات للولايات المتحدة أكثر منها لروسيا. وأيضا بالنسبة للمنظومة الغربية, إذا استطاعت روسيا أن وتعاملت بحكمة مع هذا الموضوع, مثل ما تفضلت السيناريو الأفضل بالنسبة لروسيا, لو كنت يعني سأعطي أسد النصح لبوتين وأنا لا أفعل ذلك بالطبع, أنه أن يثبت مكانه في الجمهوريات التي اعترف فيها, يظهر الحكومة المركزية في أوكرانيا بأنها ضعيفة, لأنه في الحقيقة هناك التفاف كبير في أوكرانيا إلى جانب الحكومة. إظهار الحكومة بأنها ضعيفة بحيث يستطيع أن يطرح بدائل مع تثبيت وجوده في الجمهوريات التي اعترف فيها, هو بكون عمليا أنهى أي فرصة للغرب لأن يستمر ثبت حالة لما حصل بين أذربيجان وأرمينيا. نعم تقريبا. بالضبط. نعم. يصير بعدين حراك داخلي بغير الحكومة. صحيح. ولو أرادت الولايات المتحدة عفوا أن تتعامل بحكمة قبل هذا الغزو, كان للولايات المتحدة أن تقول نحن نضمن بأنه مثلا أوكرانيا لن تنتسب إلى الناتو للخمسين سنة القادمة. كان هو سحبت المبادرة هو من بوتين. ثبت وقائع, ولا شك أنه من الذكاء أن يحافظ عليها ولا يغامر بخسرانها, وهو صعب أن يخسرها, اللي هي ما يتعلق بالجمهوريتين اللي أعلن اعترافه بهما. من جهة أخرى وصل رسائل للغرب بشقيه أمريكا وأوروبا عنوانه أنه الخطوط الحمر لازم نرجع نتفاهم عليها وتعترفوا فيها, أنه هذه يعني الفضاء الجيوسياسي اللي بخص روسيا الاقتراب منه حتى لو بده يؤدي لمعركة, بمعنى كأنه بقول لهم تعالوا إذا بدكم تروحوا للمعركة. طبعا هو ثبت هذه المعادلة, وهي المعادلة الحافة يجيبها هاي المعادلة بوتن. شوف هاي المعادلة إلها علاقة بطموح بوتين زي ما تفضل الأستاذ إبراهيم فيما يتعلق بالطموح الإمبراطوري الحقيقة والشخصي كمان, وأيضا له علاقة بفتح أكثر من فجوة في المنظومة الدولية, منها ما يتعلق بالصين وتايوان وقد يكون في هناك أشياء لها علاقة بمناطق بعيدة أيضا, يعني في العالم بعيدة عن المناطق الساحلية. وحل الصراعات بيصير في تفاوض على كل القضايا. هو نجاح, شوف نجاحه في أوكرانيا إذا استطاع أنه يقسمها ويسيطر عليها, رسالة سلبية لبقية الجمهوريات اللي فصلت عن الاتحاد السوفيتي, ليتوانيا ولاتافيا, وهذه كلها راح تصير تحسس على راسه طبعا. هو بل بالعكس صاروا اعضاء في الناتو هذول مختلف وضعهم, حتى لو صار معي الناتو مش حامي حدا يا لما في الناتو مش عضو في الناتو, هو على كل بيختلف. هي شوف الصوره قد تكون موجوده, اللي هو يعني نوع من انواع الشعور يعني بالانتكاسة لهذه الدول اللي تغطت بالناتو من جديد, لكن برضو في فرق بين دولة الناتو نفسه ضعف. الموضوع أوسع من هيك. أنا باعتقادي أنه القضية الآن هي هذه مثل حجار دومينو, يعني أي تغيير في أي حجر سيشكل على سيشكل على المشهد بشكل عام. يعني أنت تتحدث الآن عن مثلا أزمة النفط, أزمة الغاز, وهي حاضرة بقوة في هذا الصراع. هيك في دول كتير الآن هتستفيد من هالموضوع, مثلا قطر أنا أعتقد من أكبر الدول التي قد تستفيد من هذه, الجزائر, الدول النفطية, أيضا المنطقة والقوى المتوسطة هي قادرة أن تلعب دور في أو توسع في ذلك. أيضا هناك في دول لا ممكن يكون في حالة قلق وحالة خوف حتى على مصيرها. الآن الكيان الصهيوني, بدناش نقول يعني نبالغ نقول في ورطة, ولكن في حيرة كبيرة. لا هو المستفيد الأكبر, المستفيد الأكبر. يا أنا برأيي المستفيد